المحل في جهه واحده اخرى ولا تبدلوا ولا كذا يجيك بسهوله. مسعود وعقبة شابان من ولاية الجلفة ابتكر برنامجا إلكتروني للخدمة اسمه خدام، هدفه تقريب صاحب المهنة أو الحرفة من المشترك أو الزبون الذي هو بحاجة لعمل ما. جاء ليجاوب على سؤال الشائع هنا عندنا هنا في الجزائر، كاش ما تعرف خدام والله وين راه فاتح هذا الخدام. حاولنا نفهرسوا فيه جميع أنواع المهن أو أغلبها في هذا التطبيق، من جملتها المواصلات اللوجستيكية، المهن الحرة، صحة، جميع الأنواع. معاه تطبيق ثاني اللي هو تطبيق الحرفيين اللي يسموه خدام برو، باش يسجلوا فيه أصحاب هذه المهن بطريقة سلسة. بمجرد تحميلك لهذا التطبيق يسهل عليك التسجيل به، ومنها تتعرف على أقرب صاحب حرفة أو مهنة يتواجد فيها بمنطقتك، كما يمكنك التعرف على حاجتك للعمل والمسافة التي يتواجد بها هذا الخدام. يدخل هذا التطبيق فيه تسجيل دخول سهل، بعد ما يسجل الدخول نتاعو عندك خيار المجال نتاع الخدام هذا اللي حاب يبحث عليه، ومن بعد يختار التخصص. بعد ما يختار التخصص والمجال يدير الكيلومتراج، قال مثلا حاب خدام على النيفو نتاع 20 كيلومتر، تخرج لك بعدها القائمه نتاع الخدامين والحرفيين هذو، تقدر تشوف البروفايل نتاعو وتشوف الخدمه نتاعو وتتصل به تهضر معاه تفهموا اسا وما تفهموا على كلش. خدمة خدام هو حديث الولادة، يضاف لقائمة الشباب المبتكرين الذين أريد لهم أن يوفروا عمليات الخدمات عبر الانترنت في زمن كورونا، خاصة وأنه تطبيق مجاني يصب في خانة التكنولوجيا لتسهيل حياة المواطن.